اسمي محمد صلاح، محاسب. النهارده احنا اهم حاجه انا جيت بصراحه عشان حاسس ان الفقراء ما خدوش حقهم لحد دلوقتي. يعني الفقراء اللي هم قاموا بالثوره والناس اللي هي مطحونه اللي هو اللي هي الطبقه المتوسطه والطبقه الفقيره لحد دلوقتي لسه ما حسش باي حاجه. يعني عمالين يساوموهم على الحد الادنى للاجور من 1200 جنيه، بعد كده بقى كام؟ 700. بعد بس يعني قايل الفقراء اولا. طبعا عشان كده قايل الفقراء اولا طبعا. بعد 700 بقت 680. واخر حاجه بقى، اخر نوع يعني اخر خبر، ان قالوا ان المؤقتين اللي هم الشباب الفقراء من الشباب اللي قاموا بالثوره دي اللي هم ثلاث ارباعهم معينين مؤقتين بعقود، قالوا ان دول خارج نطاق الحد الادنى للاجور، دول هيعيشوا ب 200 جنيه زي ما هم كانوا وما فيش حاجه تتعدل. فطبعا انا شايف ان اهم حاجه ان احنا اهم حاجه نهتم بالفقير، عشان خاطر الراجل دوت لو ما لو الحكومه الانتقاليه دي ما ادتلوش حقه، ولا هيفكر في السياسه ولا هيفكر في يدي صوت، والناس هيشتروا اصواتهم ان هم في حلول الحزب الوطني، وهنبدا النظام عمره ما هيتغير، هترجع تاني نفس الموضوع. فعشان خاطر يبقى في حياه سياسيه منضبطه في مصر، لازم تكون في حياه عداله اجتماعيه بين المستوى الناس الفقيره والناس المتوسطه والناس الغنيه، لان الاغنياء عمرهم ما يكونوا سعداء. عمر ما الغني هيبقى سعيد طول ما في فقير في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي عيد رجب. حضرتك احنا يعني بنعمل ده كله عشان اخواتنا برضو اللي ماتوا، يعني ايه لازم ما كناش نتحرك دلوقتي، بعد كده مش يعني كل واحد مش هي الدنيا هتخرب، من الاخر هتخرب. يعني عشان لو سكتنا على الوضع اللي احنا فيه دوت، في ناس هتموت زياده زياده زياده. هنفضل لغايه امتى؟ لغايه ما الدنيا تخرب خالص ولا ايه؟ بس شكرا.